ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ولسه مستمرين في فقرات من الحوارية في 10 الصبح في الاهلي. والفقره دي اكيد هنتكلم عن الاهلي لانه عنده ثلاث مواجهات قويه جدا خلال شهر سبتمبر في الموسم الكروي الجديد. يمكن هيستهل مشواره بسوبر الافريقي امام اتحاد العاصمه الجزائري، بعدها هيواجه سان جورج الاثيوبي ذهابا وايابا في الدور التمهيدي لبطوله دوري ابطال افريقيا. يمكن كلام كتير جدا عن الاهلي وعن معسكر الاهلي ايضا في النمسا وعن مواجهات النادي الاهلي في سبتمبر والاستعدادات للموسم الجديد مع ضيفنا العزيز الاستاذ عبد القادر سعيد الناقد الرياضي. نورنا ومشرفنا، صباح الفل عليك. اهلا بحضرتك واهلا باستاذ كريم واهلا بكل الساده المشاهدين، وصباح سعيد عليكم. منور الدنيا كلها، اهلا بحضرتك. طيب خلينا نبتدي بقى كلامنا مع حضرتك عن المشوار اللي يعني قدام النادي الاهلي. وزي ما كانت مريم بتقول، احنا عندنا يعني من هنا لغايه قبل اخر الشهر عندنا ثلاث لقاءات مهمه جدا، وعندنا خلال ايام، تعال نبتدي بالماتش ده اتحاد العاصمه الجزائري ورؤيتك لهذه المباراه في ضوء متابعتك للمعسكر الايام اللي فاتت وكل اللي كان بيحصل فيه، يعني هيبقى له انعكاسات واصله لفين؟ هو طبعا المعسكر الاعدادي في اوروبا للنادي الاهلي دي حاجه احنا ما بنشوفهاش بقالنا كتير. اللعيبه كانوا محظوظين نوعا ما هذا الصيف ان هم قدروا ينهوا الضغط اللي كان عليهم طول الموسم بشكل مبكر شويه عن اللي كان بيحصل المواسم اللي فاتت، وقدرنا نشوف ان النادي الاهلي بقى لاول مره من فتره طويله يعني او بشيء مش متكرر بالنسبه للنادي الاهلي ان هو بيعمل معسكر اعدادي خارجي بيبتدي يصفي الذهن من خلاله، بيبتدي بعد كده المدرب مارسيل كولر بيبتدي يطبق حاجات زي اللي تابعناها مثلا في المعسكر مؤخرا، ان هو بدا يوصل بعض الافكار الخططيه التكتيكيه للاعبين في المؤتمر في المران في خلال المعسكر طبعا في النمسا اثناء المباريات، والضغط ما بقاش عنده نفس الفرصه دي ان هو يبتدي يطبق حاجه جديده او يطبق فكره جديده او يطبق تكتيك او طريقه لعب ممكن يلعب بيها اثناء المباريات، مش لازم يلعب بيها كل المباريات.